مرة أخرى أذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل من اليمن، حيث قامت ميليشيا الحوثي بتصفية 4 من كوادر قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر. وكنا من أيام طبعا أوردنا خبر قيام هذه الميليشيات باقتحام القناة واحتجاز طاقمها بالكامل. معي موفد الحدث إلى اليمن محمد العرب، لعل محمد له أو عنده مزيد من المعلومات حول ذلك. محمد. نعم محمد، الخبر وصلنا قبل قليل من مصادر مؤكدة من العاملين في اليوم. تم نقل المحتجزين ويتجاوز عددهم 40 من كوادر فنية وعلمية ويعني ومخرجي القناة والصحفيين إلى مكان مجهول. أثناء بعد أن قضى 3 بالتأثيرين بجراحهم وقلة العناية الطبية اللي تلقوها، والشخص الرابع يبدو أنه تعرض لإعدام ميداني أو طبق عليه أحكام عرفية وما شابه. المهم المؤكد أن 4 من كوادر قناة اليمن اليوم قتلوا خلال 24 ساعة الماضية، 3 متأثرين بجراحهم البليغة وواحد يعني تم تصفيته بشكل مباشر، ونقل البقية إلى مكان مجهول يرجح أن يكون أحد المعتقلات السرية لميليشيات الحوثي. طب محمد، اللافت يعني أنه هؤلاء موظفون في قناة وإن كانت تابعة للمؤتمر، قيام هذه الميليشيات بهذه الإعدامات بهذه الطريقة يعني بماذا يشير، إلى ماذا يشير؟ ليست المرة الأولى محمد الذي يستهدف الجسم الصحفي اليمني من قبل ميليشيات الحوثي. حدث أن قتل أكثر من صحفي في تعز وأيضا في مناطق الاشتباك. هم يستهدفون الكاميرا أحيانا قبل أن يستهدفوا من يوجه لهم بنادقهم، وهذا الموضوع يعني سيشكل يعني غضب كبير على مستوى الجسم الصحفي اليمني الذي لطالما حذر من مصير مجهول ينتظر المحتجزين في قناة اليمن اليوم. قناة اليمن اليوم لسان حال المؤتمر والتي عادت بثها بس يعني إشارتها من القاهرة بعد أن سيطر على المقر اليوم في صنعاء، يبدو أنهم أمام أيام صعبة، والاختطاف أو الاحتجاز في مكان غير معلوم قد يشي أن الميليشيات تدبر لجريمة أكبر تجاه هذه الكوادر. شكرا لك من مديرية نهم في محافظة صنعاء موفد الحدث محمد العرب.